صار ويانا بالاستوديو زميلنا رسام الكاركتير جواد. يسعد صباحك جواد. يسعد صباحك يا هلا. شلونك؟ تسلمي يا رب. نتمنى لك بداية أسبوع جميلة ومشرقة إن شاء الله. شلون كان أنت الأربعاء كنت معايا؟ هي. فالخميس والجمعة شلون قضيتهم؟ لا شك شغل. طبعاً هي كان في شوية مشاكل بتعرفين من عطلة وإلى آخره، ف. حلوين كان، خاصة الجو ما هو لا بارد ولا هو مشوب، فممتاز كان يعني. حلو يعني. جيد. بس شفت الجو أنه شلون كان هاليومين بالأخص البارحة، أنه في نسمة برود مكان حلو يعني مغبر بنفس الوقت يعني. هاي تعودت عليها بصراحة خلاص يعني. إذا بدأت تحكي على الغبرة إجبار يعني، كل نسمة هواء لازم هو يعني بينزل مطر تلاقي في غبرة طبيعي. صحيح. فأنت يعني بتشوف نصف الكأس الماء الآن، لكن لا البارحة كان شوية بزيادة. جواد اليوم شنو رسمتنا راح تكون؟ عن إيش تتكلم اليوم؟ بدنا نحكي عن موضوع بتخيل ما في حدا منا ما بيعاني منه، الشحادي. صحيح. طبعا أكيد كل هالحديث هذا نحن ما عم نحكي عن الأشخاص اللي فعلا هن أصحاب الحاجة، وهذا الشيء طبيعي يعني، وهن عفيفين غالبا بيكونوا. هو هذا اللي دا أقول لك إياه، إنه أنا اللي أشوفه باعتقادي أيضاً، إنه الناس يعني المشاهدين أيضاً يعرفون هالموضوع هذا، إنه يعني ما يطلعون بالشارع يستجدون أو كذا، بالعكس يعني شوف يكونون معتمدين على حالهم براتب معين أو بمثلاً الناس اللي يساعدوهم. تمام. فنحن أبداً ما بنحكي عن فئات اللي فعلاً هي بحاجة. طبعاً إنه يعني. شفت ظروف الحرب، ظروف اللجوء والهجرة والمصائب تنجي على الناس يعني. صحيح. في ناس تكون كتير وضع منيح فجأة تلاقي أفلست من وراء مرض مشكلة إلى آخره، نحن أبداً ما لنا علاقة بهذه الأشخاص. أوكي. يعني هلأ نحن بدنا نحكي عن فئة من الناس اللي هي رسمالهم هن الكذب، رسمالهم النفاق، رسمالهم الوقاحة، أنه هن يعني كنا ماشي بلاقي في حدا تعربش برجل، وانه بده يعني ما بيفك عني غير انه تعطيه يعني. اطفال باعمار مختلفه بتحسيهم في يعني هلا على طول كان عم نحكي عن 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 ظاهره كثير كبيره وحق يعني، خلينا نقول تطرقوا لها بدراما حتى مضبوط يعني بالصحافة. يستغلون ايضا هم يعملون تقارير طبيه على اساس انهم مرضى هم وما اعرف ايش ومحتاجين المساعدات. وايضا اكو هم انا نشوف يعني كثير من النساء اللي هم الشحادين يحملون اطفال يعني ما تتجاوز اعمارهم يعني اشهر، في خمس اشهر وهيك يعني شيء. طيب حرام هذا الطفل، وتشوف الطفل انه بنفس الوقت يبقى نايم، ما اعرف اذا ينطوا اشياء منومه حتى يعني يبقى نايم، او تلاقي هن مستاجرين ابن حدا جايبين معهم ابن حدا يعني. بتعرف يعني بصراحة أنت هدول الفئة من الناس مشاكلهم هم هدول كثيرة بصراحة، هدول الفئة من الناس بتخوف كثير يعني. طبعا. ما بتعرفي إنه شو الصفات الأخلاقية إلى آخره، ترى بيسرق وما بيسرق إلى آخره. أحيانا بتلاقي إنه شب يعني شب قدي يعني وأضخم وأقوى، بتحسي إنه فيني يهد جبل وعنده تمام؟ صحة يكون، لكن يبقى إنه بتلاقي إنه قاعد بيتبكى لك وإلى آخره، إنه بس بدي روح اشتغل. بس بنفس الوقت يعني صعب على كرامة الرجل، انه انا تعبان عليه لانه لا يجي حتى لو كان معي اكتب كثير منه. لا غير عن هذا تنطي الشخص يستحق. أوكي. تمام. فلذلك كمان هاي نقطه ثانيه، خلينا نقول نحن ما عم نحكي عن اصحاب الحاجات اللي فعلا تلاقي في ارامل، في ناس مثلا هن في عندهم مرض، هم مرضى وبنفس يعني مرضى يعني مرض، تخيل انه ما يقدرون يتحركون للأسف. يتحركون لكن برعشه بالجسم عندهم، هم هذول الاربع اخوه. ومع الأسف ما تشوف لهم أي دعم مالي يعني للأسف. معتمدين على $100 تجيهم من الخدمات الاجتماعية للأسف. يعني مع الأسف كمان. إنهم مثلا حتى بنفس الوقت إنهم يعني ما نشوف جهات تهتم بهؤلاء العوائل. تمام. يعني للأسف الظروف فايتة ببعضها. نعم. بس عم نحكي نحن عن تكافل اجتماعي، لما حدا فينا لازم كل حدا فينا عم يشتغل عنده الصحة وإلى آخره لازم يدير ساند ولو جزء صغير يعني. طبعاً. تمام. باقي الناس محتاجين مثلا، حتى هالتصرف هذا انه نحن ننشر صور، انا رايي اذا نحن بنحترم كرامه الاخرين ما لازم ننشر صور حدا. أكيد. المحتاج لازم يحترم كرامته ولازم يحترم انه هذا الشخص احتمال يتاذى. انا شخصيا يعني لما بشوف حدا انه مصور حاله عم يعني شو بعض القنوات الفضائيه ايضا يستغلون هالموضوع هذا كثير معيب. حتى تعرف انه اكو جهه معينه ما تقبل تنطي اي مساعده بدون ما يصوروهم. هلا يصور التوثيق لهالجهه هاي
تصوير انه تمام. ينشر لا للنشر عامة. ابدا هاي 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 بقى هاي فهنا لا هاي دخلنا هاي ايضا بغير قصه بغير موضوع ثاني لا نحن يعني ما بها اي حسنه حتى تمام. بالتالي تكون ف يعني نحن ما بنحكي عن الشيء الايجابي اللي هو لازم نحدد عن الثاني عم نحكي عن اطفال عن فئات كثير عن عادات كثير بالشوارع كلها تم يعني متواجد ادمن كل ما كم مكان نروح عليه بتلاقي مثلا الجهات المسؤوله بتحاول ان تلم هذول الاشخاص ولا ما بيرضوا يشتغلوا مو مستعدين يتعبوا لا يعني بقربي لحتى شويه الموضوع يختلف على يعني هذول الشحادين عندك ببغداد لا تشوفهم فعلا محتاجين لكن انه يشتغلون يعني مثلا عامل شيء مثلا بس طمرت جقاير حلويات هاي الاشياء عم يروحي على البازار هون يعني في الاف الناس عم تشتغل على بسطات لان ماكو دعم لا يجيهم حكومي نحن ما عم نحكي عن هدول الناس يعني نحن عم نحكي عن فئه معينه كلها نعاني منها شهد يعني نحن انت قاعده بمطعم قاعده بمكان تلاقي فجأة تطلع لك ولد من شوي عم اقول لك تلاقي انه حزين ومكسور والى اخره وعلى اساس بتشوفي هيك التقوى على قولة عادل إمام تلاقي التقى بعيونهم فأنه بس قلت له لا هنا أنا يتحول طبعا فجأة يطلع له نابين ومخالب يعني أحيانا بيقلل الأدب مع الوقت لأنه بدك بعده يعني بدك تقول له روح صار وياك هالموضوع فبنية اليوم الرسمة هلا هاي المبارح هذا الحدث كان كنا عم نفكر شو نرسم عن الموضوع اليوم ففعلا هذا الموضوع ما تطرقنا له قبل هلا مسألة انه الشحادين صاروا بأي مكان وين ما بتروح تلاقي في شحادين طبعا مو بس هون حتى بالشام حتى لما كنا بالشام بتلاقي انه انت وين ما كنتي قاعد احتمال تلاقي بالجامعة بتلاقي الدكتور عم يعطي محاضرة تحس الشحادين ناطرة على الباب ليطلع مثلا مين فوتون على هدول مثلا على حرم الجامعي او على 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 على, على اماكن هي بتعرف انه هن المفروض لناس محددين لازم تلاقي الشحات فايت عليه تمام صحيح. او احيانا بالباص او بالسرفيس او بالسرفيس يطلع لك من ضمن القاعدين إيه؟ يطلع لك واحد فجاه اي طبعا او انت مثلا راكب تاكسي تلاقي انه فجاه صار عندك راكب يعني بالاضافه لعائلتك راكب ثاني اللي هو بده وما بده يفك عن الواحد غير لياخذ يعني صحيح. لا انت تخيل الجرأة مره يعني شفت واحد على الاشاره انه واقف عند شخص وده يستجدي من عنده شخص منطى شو سوى يعني فتح باب السياره عليه وظل يتوسل انطيني انطيني هذول يعني مشكله يعني انت مثلا على بشاره تمام نعم. والاشاره فتحت هذاك في مشكله يعني تمام هلا انا كمان شفت بقى في تطورات القصه غير الكذب كل فتره يطلع موديل تلاقي واحد زاد حاله بالشارع على اساس مغمى عليه انا شخصيا تعرضت للموقف كثير انه اللي إنه هو انه حد بيمثل انه مغمى عليه ولا اخره فواحد يتعاطف غصب عنه ما في انه شنو الموقف اللي صار انه على اساس مغمى عليه وهو مريض والى تمام وبده مصاري ليروح على المشفى يشتري دواء فانت الافضل تقول له شو الدواء اللي تعطيه يعني فانت اشتري له دواء وطعميه يعني اعطيه الدواء طعميه لا غير عن هذا انه اكو يستغلون موضوع ثاني انه على اساس يعني شلون انت تضربه بالسياره مالتك اي رجله انكسرت اذا انكسرت فهذه هنا تمام في بنطقه بالموضوع تمام في الدراما المصريه الافلام خاصه تمام مو هي بصراحه يعني الافلام خاصه عم بقول هي كانت يعني متقدمه عم تعالج مشاكل اجتماعيه خاصه بفتره الثمانينات هلا حاليا بلشت الافلام تتوجه نحو الكوميديا الفاضية تمام يعني ما بنحكي عنها صحيح بس عم نحكي عن فيلم يمكن تبع عادل امام عادل امام فيلم كامل عن الشحادين وعن عالمهم تمام غالبا هو هيك صحيح بتلاحظ انه ما الشحاد ما فيه يوقف باي مكان لازم يكون منتسب ل لهم مناطق معينة وأفرع معينة في علاقات يعني في ترتيب معينة لهم وهذا الشيء الأخطر يعني معناته في شيء عم ينظم هذا العمل هذا الغير هيك مثلا تلاقي استغلالاتهم يعني تلاقي لما أول ما يعني تلاقي إنه أنا سوري ما أنا كمان سوري أنت من وين فبيكذبوا كثير صحيح أو صحيح يستغلون الجنسية وهاي الأشياء أكيد راح نكون متواصلين وياك كملت رسمتنا جواد لحظة صغيرة بس إنه في شيء بعد اللمسات الأخيرة تضيف لها لازم ضروري هالقصص هي عشان بس يبين طبعا دائما بتكرر إنه هاي رسمات غالبا نحن عم نسويها بما يسمح لنا الوقت صحيح أحيانا تفاصيل يعني على وقت البرنامج
الموضوع كان عن الشحادين اللي صاروا موجودين كتير. نعم. وعمي بأي مكان احتمال لاقيهم. فينا نشوف على الكاميرا هلا سوا. فأنا تخيلت إنه رح توصل لمرحلة إنه تلاقي الزلمة وقعد ببيته بغرفة النوم ينفتح شباك عليه. لا صدق عشت إيدك على هذه الرسمة كلها. ويدخل عليه شحاد وطبعاً إنه الله يخلي لك الحلوة اللي جنبك ومشان يعني يدعي له لمرته ومشان. طبعا هذا ما راح اقتنع يعني ف شنو اعطيني مزهريه يعني ممكن يطلع عنا بغرفه النوم او اي مكان لانه اذا عم بدقوا عليك الباب انت شفتي يوم الجمعه مثلا واحد يكون يوم مفروض استراحته طريقته لدق الباب يعني لا يلطش مو طبيعيه ما بيستعمل جرس مستحيل صحيح عرفت كيف انه انا جاي ازعجك لا تعطيني المصاري وروح فتلاقي انه هي ست طول بعرضه الى اخره وبتخيل انه هاي المدام لو هي تشتغل شو ما كان تشطف الدرج ببناية صحيح يعني صحيح. تساعد حدا مثلا محتاج انه مساعدة بالبيت الى اخره بس ما برضو كرامته ما تسمح له يشتغل ببيوت العالم صحيح بيقسط كل الشغل ما عيب ابدا ما في شغل عيب يعني من انك تشتغل يعني شو اي شغل ما في عيب طالما هو شغل حلال وانت عم تعطي فيها منفعة وعم تكسب أكيد. يعني تمام أكيد. ولكن ما برضو بهالقصة هي والموضوع نحن عم نحكي عن الشحادين يحتاج يعني الواحد يحد من هؤلاء طبعا الفئة ايه صراحة ايه لأنه هذول الناس يحتاج نصابين رقابة نصاب يعني شو يسموه نعم. نصابين نصابين ايه اعتقد نصابي صح تمام ايه. اكيد تحياتنا لك نشكرك على هذه الفكرة الرائعة والجميلة لهذا الصباح والرسمة ايضا كانت رائعة مثل ما عودتنا جواد تحياتنا لك.